سلامات 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلامات الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا دكتور. ايش حاصل لك؟ اذني 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 دخلك. ايوه دخلها ما ودحين بتوش. سلامتك 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 يا دكتور. لا 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 واضح اني اذنك. اذا اذا اذني يا دكتور. عارف عارف عاد ترسل لي اللوكيشن انا عارف ان اذنك. طيب ما بدخل ركبتي يا اخي. هذا الطب هذا شغلنا هذا شغلنا هذا تخصصي. اذنك فيها اجعه حصل لها بتوش دخلها ما وبتوش دخلها ما طبيعي. الماء تنزل مباشره الى الركبه من الركبه الى الكلى احيانا. اذا ما فيش اي تقطعات ثانيه ما فيش ممكن يعني تسبب لك اللوزتين الليهان. يا دكتور اللوزتين ماشي ان عند دكتور المهندس مواضيع. اقول لك اذني بتوش ما دخل ركبتي ما كنتني سلك. لحظه ما تفعل بتسمع حاجه؟ وين اسمع بدك ركبتي؟ شوف واضح هو سلك واحد هو سلك واحد الخبطه لا الرجل. هذا تخصصنا يا اخي. انا مش اول مره اعالج اذاني. يعني اعمل عدتها انا صح ولا تعمل اي حاجه؟ هذا شغلي وانا عارف كيف. شوف احنا ممكن في البدايه من اجل نخفف الوشيش في اذنك نستأصل لك الكلى. ما تستأصل؟ الكلى ما اللي حصلت حق الكلى جينا عندك وشتي تستأصل الكلى؟ كيف؟ كيف هذا انت شتي تعافى؟ شتي تعافى ماشي خلاص الكلى هي بتأثر مباشرة على الأذن بما أن الأذن قريبة من الـ من الـ من الفخذ أو ايش اسمه هذا؟ الخد الخد مباشرة تتأثر ولهذا احنا بحاجة إما استئصال الكلى أو استئصال البنكرياس وأنت لك خيارة. تشوف الطب يعطيك مساحة تشتي هذا ولا هذا نستأصلها؟ يا دكتور لا أشتي كلى ولا بنكرياس. أنا قلت لك إذني بتوش وانت شي تقلع لي الكلى وتقطع الدري. ايش اذني اذني يا دكتور دحين؟ طيب انت دكتور؟ اه اكيد انا دكتور. ها شوف ايش دكتور عالجني. طيب عالجك وانا ايش مت رجلك. يلا مت رجلك. ايه نزل 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 نزل. ايوه ايوه شوف احنا احتمال ان احنا ايضا نقص لك رجل. انا واضح ان كل ما ترفع رجلك تتاثر الاذن وتزداد الوشه فيها. انت راي بس ايش تشتي اليمين او الشمال؟ رقم كم بدل باس الجزمة؟ رقم 44. أيوة إذا إذنك تحتاج أصغر. أصغر. ما فيش مشكلة. إذا خلاص. أنتاري أنتاري قصقص الكل خلدني أنا. لحظة شوف الحالة أحب. أشوف اللوز. أيوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا دكتور. شوف لا لا الاحتمال إنه نغير لك رأس كامل. ما رأيك تغير لي رأس دلي رأس عصر؟ لا رأس. هذا مرض مرض هذا مرض هذا طب ما يمزحش في الطب. أنت طب هذا طب يا دكتور تقطع ريلي ما هو؟ بسم الله. اين لا 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 المساعد تعال خدره الان. خلاص يا دكتور يا دكتور خلاص خليني اشرح لي يا دكتور ما عاد شيء يلا.